السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع اخيرا راح اشوف معكم التيك توك، وراح نشوف توامي مثل ما تشوفوا في العنوان. متابعين ارسلوا لي في الانستغرام، ارسلوا لي في التيك توك، ارسلوا في سناب، يقولون شبهوا لك. هل هم يشبهوا لي صدق يعني ولا لا؟ قبل ما ابدا مقطع، لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات، الله يسعدكم. خلونا نوصل 800,000 اقرب وقت، وبسم الله خلونا نتصفح تيك توك ونشوف معكم التيك توك ونشوف الناس اللي يشبهوا لي في التيك توك. مع ان ما اتوقع ان يشبهوا لي، يعني طبيعي اي واحد تقول لي يشبه لك قليل انه يقول لك ايه هذا يشبه لي، لكن راح نشوف. مو باي شخص يلبس نظاره ترى يشبه لي، بس اقول لكم. فيا ليت تقللون انكم ترسلون اوه يشبه سلوم. نبدا مع اول شخص اللي ما ادري كيف خليته يشبه لي. ما ادري والله العظيم اني ما ادري كيف. انا بعرف كيف هذا يشبه لي، كيف يشبه لي كيف. هذا لا يشبه لي، صوته ما شاء الله تبارك الله. ليه ليت صوتي يشبه له؟ ليت والله شوفوا كيف. يعني اول شيء يعني كبر الجبهه، يعني يمكن يشبه الشنب، يمكن يشبه الشكل، ما يشبه ابدا. والله ما يشبه لي يا شباب، شوفوا شيء ما اشوفه انا ولا ايه؟ نعيد المره في هذا. والله ما ادري صراحه، ما ادري. شوف فيديوهات ثانيه اوكي، هنشوف هذا عشان نقرر انه هل يشبه لي ولا لا. والله معليش بس ما في اي شبه يا شباب. يا شباب ايش في؟ كيف يشبه لي؟ والله كيف يشبه لي؟ ابي اعرف. اشوف الشخص الثاني، خلي يعني ما سويت هذا المقطع اصلا الا يوم جوني يعني كم شخص يقول هذا يشبه لك، هذا يشبه لك، هذا يشبه لك. عباره عن ثلاثة اشخاص، راح اشوفهم كلهم، راح اشوف هل يشبهوا لي صدق ولا لا. روح الشخص الثاني، طبعا الشخص الثاني اتوقع انه مشهور بالتيك توك، والله حسابه مميز صراحه. اللي هو هذا الشخص كيف يشبه لي؟ يعني مو باي شخص يلبس نظاره، والله بدون ما ادخل الفيديو ما يشبه لي، بدون ما ادخل اي فيديو، والله العظيم ما في اي شبه بالنسبه لي يعني. شوفوا شيء ما اشوفه. اليوم نهاري كثير حلو، احس بتفاؤل. بونجور. ميرسي. كيف يشبه لي؟ البس كمامه يعني؟ طبعا هذا الشخص اتوقع انه ما يطلع وجهه ابدا، لكن هل يشبه لي يا شباب؟ مره لا، مره لا ما يشبه لي. اشوف فيديو ثاني، يمكن يكون يشبه صدق. ما ادري. اشوف هنا. اي جاست شي. يا الله. والله في مقطع حلو يعني صراحة. الحين ما فك الكمام، تتكلم عن الكمام. لا والله ابدا ما يشبه لي، بس حلو على الفيديو حلو. شوف الشخص الثالث، هذا واحد من متابعيني يقول سلوم وش تسوي هنا؟ شباب انا انزل مقاطع في تيك توك واسمي في سلوم، يعني اللي ما تابعني يتابعني. اليوم اللي بينزل في هذا المقطع بنزل مقطع في التيك توك، كلكم اللي قاعد تشوفون المقطع في اليوتيوب روحوا للتيك توك واكتبوا لي انا جاي من المقطع، خلينا نشوف تفاعلكم يعني. حلو نامس كذا قرر انه يخرب. ايش في امك؟ اوكي لقيته هذا، والله يشبهك، وهذا يشبهني، كم واحد يشبهني شباب؟ خلينا نشوف هذا، اوكي؟ طبعا الكلام محجوب شباب، ها؟ كلام محجوب، بس هذا اقرب واحد من ناحيه الشنب والتفل هذه، بس لابس نظاره ما يشبهني، اوكي؟ بس شنب، لا نظارات، لا حواجب، لا وجه، لا شعر، ما اتوقع اني شوفوني يشبه لي والله صدق ولا ما ادري والله. ما ادري، انتم تقيمون من اقرب واحد يشبه لي منهم، اوكي؟ طبعا الاجنبي ما اتوقع انه يشبه لي ابدا، ما ادري ايش شبهتوني فيه، هذا كاتب والله يشبه، ليه؟ ليه؟ خلينا نشوف المنشن اللي بعده، شوف هذا يشبه، منشنني مرتين. اليوم راح نشوف الناس ايش مرسليني بخاص التيك توك والجزء. زي ما قلت دايم، شوف كلهم لابسين نظارة، يعني ما في الا الاجنبي اللي ما يشبه لي، والله ما ادري هذا يشبه لي ولا لا. انتوا اللي تقيمون، انا ما اقدر اقول هذا يشبه لي ولا هذا ما يشبه لي يعني. بس اقرب واحد اللي قبل شوي يعني من ناحيه انا بتفله، بس هذه يسمونها تفله ترى، بس ما ادري ايش يسمونها الناس الثانيين. عموما يعني ما ادري صادقين حتى اليوتيوب ترى ما يحب السوالف دي. خلصنا سالفه الشبه، خلينا نشوف في ناس يشبهون لي ثاني، يعني ناس منشنين عليهم ولا لا. خلينا نشوف ايش هذا. لك شو هذا؟ نلقاه من المقطع ولا من النامس اللي قاعد يمشي هذا؟ خلينا نشوف المنجنات كلها. يا شباب في سلوم، لا حول ولا قوة الا بالله، خلاص. خلينا نشوف. نتكلم عن اشهر ورعب الخرافات والاساطير. رابع شخص، اوكي؟ رابع ولا خامس؟ ولا هذا نفس اللي قبل شوي؟ فترة يكون فيها الشمس حرارتها جدا عالية وتكون الشمس عمودية، فكانوا يخافون عليهم عشان ما يطلع. صار في شخص بعد؟ بالله ما يشبهك. يا جماعة الخير خلاص. هو نفسه. تيك توك الايام دي مستحيل
اوه هذا مقطع تريكسي والله اني اذكره. بس كبرايت كبرايت الله يخذ ليسك يا تريكسي. هذا خالد سوم ودحوم. هذا فايروس تيودي. نظرتي نظرتي يا عيال ايش فيه في النظرة؟ بس بالنظرة واضح اني منفس، بس ما ادري ايش منفس منه. ما توقعت اصلا انه بيصور زي كذا، بس والله حلو الفيديو صراحة. اهنيك تريكسي اهنيك. تقول منشن عاشر احبك، هذا منشني. دامك منشني على المقطع انا ما احبك يا متوحش. خلاص طفي طفي. هذا وش هو؟ اشار اليك في مقطع. شو مقطع فايروس؟ يو هذا في الفندق. شوف دخلتي كيف؟ الله يحييك بارك عساك طيب محمد ما شاء الله. والله دخلتي خايسة مرة. بس الحين نروح المقاطع اللي خلاص خلاص الشيخ أحمد ترند اللي عاجبني يعني حاليا في التيك توك. أوكي أنا ما أدري كم مدة المقطع بتصير، إذا صارت قليلة أنا آسف، إذا صارت طويلة أنا آسف، لكن شوفوا البداية اللي يشبهولي وما يشبهولي وزي كذا. طيب في ترند جامد 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 مرة. وين وين؟ طبعا في التيك توك في أي برنامج طبيعي إنك تشوف أشياء بطريقة منحدرة، لكن أنا إذا دخلت أدور المقاطع المميزة وأدور المقاطع اللي كويسة عشان كذا داخل تيك توك. فإذا تدور الأشياء هذه تتوقع مني إني داخل تيك توك عشان هذه الأشياء، شيل الفكرة من رأسك الله يسعدك. ثاني شيء إنه في التيك توك والله العظيم في ناس جدا جدا مبدعين بشكل مو طبيعي، بس مقاطعهم ما تنتشر عكس المقاطع المخلة. مقاطع المخلة هي يقول لك كل ممنوع مرغوب. الناس اللي قاعد يشوفون هذه الاشياء انها ممنوعه، فالناس اللي يشوفونها من كثر ما ينشرونها التيك توك يخليه ترند او اكسبلور، فكذا قاعد ينتشر. بعدين يجون الناس يقولون انتوا اللي نشرتوا هذا المقطع، انت اذا شفت مقطع ما يعجبك مخل او اي شيء حط نوت انترستد غير مهتم، توقف المقطع عند حده وبس. المقاطع الثانيه المبدعين فيها الناس تكون ترند، كان تستمتعون صدق والله العظيم في التيك توك في ناس مبدعين مره مره مره. شوف زي ذا المقطع يمين بلا اني خفت الله يخرش راسك المربع. ايش خلاني اشوفه والله العظيم اني اول مره اشوفه. وين الترند اللي اقوله انا؟ وين الترند اللي اقوله؟ من افضل الترندات هذه، يعني يجيب شكله هو صغير بعدين شكله هو كبير يوريك الفرق. كنسل بس هاك مقطع اليوم. نتيجة العيد يا شباب اخي الترند. السلام عليكم.